أول خبر يمكن يهم ولادنا الطلاب جميعا في سنوات النقل أو في الشهادات العامة، إن المحتوى الذي سيكون الطالب مسؤول عنه سواء كنا هنعمل مشروع أو هنعمل امتحان هو ما تم تدريسه بالفعل حتى يوم بدء تأجيل الدراسة. وبالتالي المحتوى اللي كان هندرسه لو كانتش الدراسة تأجلت من بعد 15 مارس مش هنحاسب أولادنا عليه، وده شيء نقطة مهمة وجوهرية جدا. لو رحنا المرحلة الثانوية هنلاقي الاختبارات الإلكترونية بتاعت أولى وتانية ثانوي هتغطي المحتوى زي ما قلنا قبل كده بتاع الترم التاني لحد 15 مارس. احنا كنا بنتكلم عن امتحان تجريبي يوم 5/4، ده لازال قائم باستثناء وحيد ان احنا هنعمله لأولى ثانوي فقط مش لأولى وتانية ثانوي، عشان الظروف اللي احنا فيها أصبح صعب نعمل فيها. كل الاختبارات بتاعة الصف الثالث الثانوي هتشمل ما درسوه من أول العام الدراسي إلى 15 مارس، أي شيء بعد كده مش هيبقى في امتحانات الثانوية العامة. الموضوع ده هنروح لشهادة المرحلة الإعدادية. المرحلة الإعدادية في مصر فيها حوالي 1,800,000 طالب، وده رقم ضخم جدا. فقررت الدولة المصرية عدم تعريض هذا العدد من الولاد في السن ده إلى لجان على الأرض نظرا للظروف الاستثنائية اللي احنا فيها. بس ده محتاج عشان في تنسيق كمان بعد المرحلة الإعدادية، فده بيحكمه القانون، لازم نلاقي حل قانونا متاح. فاحنا حاولنا نقدم للولاد أقصى خدمة ممكنة بالآتي، انه عندنا نمرة الفصل الدراسي الاول هنضيف لها مشروع بحثي خاص مختلف عن سنوات النقل، برضو هنقول تفاصيله يوم 2/4. هذا المشروع شرط اساسي ان احنا نعمله وننجح فيه علشان يتحسب لي فول مارك او علامة كاملة في الفصل الدراسي.